صوتي. مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم معنا مجددا في هذا المباشر من طنجة، ومعنا شاب من مدينة طنجة متعدد المواهب في التمثيل والغناء والكوميديا، واللي أنشأ قناة على اليوتيوب وباغي المغاربة يشجعوا. غادي نشوفوا الموهبة ديال الشاب هذا ويحكي لنا كيفاش بدات الموهبة ديالو. مرحبا بك. شكرا جزيلا. مساء الخير على جميع المغاربة بصفة عامة. أول حاجة كنشكر شوف تي في المجيء لعندي واستضافة ديالي. كنقدم لكم نفسي يوسف من مدينة وزان، الأصل ديالي مدينة وزان، السن 30 سنة، طالب جامعي، طالب جامعي، كنعشق التمثيل، كنعشق المسرح، كنعشق ما هو جميل، يعني أي حاجة كتعلق بالفن كنعشقها. البداية ديالي بدأت من الصغر، الحمد لله ولله الحمد، تلقيت واحد التكوين في دار الشباب لمدة تقريبا 6 سنوات، تما خديت البكالوريا ديالي توقفت، وجات اللحظة باش نرجع إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله التوفيق، ونتمنى إن شاء الله المغاربة كاملين يشجعوني ويتابعوني. اسم القناة ديالي على يوتيوب سعد ساريج، سعد ساريج. كنتمنى إن شاء الله تنال الإحسان ديالكم وتعجبكم. القناة يلاه في طور تقريبا شي شهرين هكا، في استغرقت القناة ديالي، يعني مازال مستجدة ماشي قديمة، وحنا غاديين خدامين الحمد لله. محتوى كاين دي فلوك، كاين كنسافر، كنمشي للمدن، كنتحرك، أو ميم تو كندير الغناء، كنغني مرة مرة، دو توزون تو كندير دي مورسو هكا، وبعض المرات كندير عاوتاني واحد الشخصية، شخصية كنلعبها سميتها فنينو، شخصية كوميدية. هاد الشخصية شنو هي؟ غادي نشرح لكم مزيان باش تعرفوا المحتوى ديال هاد الشخصية. هاد الشخصية كوميدية كتلعب واحد الدور لواحد الشخص كيعالج قضايا اجتماعية في قالب كوميدي. كل مرة كيجي كيلعب واحد مشكلة كيشدك كيتريطيها وكيحطها في واحد قالب هزلي كوميدي اجتماعي. ومن بعد شخصية الجمهور؟ شخصية الجمهور دابا واش الجمهور كيفاش مثلا هو شخص كيجي كيقلد، كاين مشكل كيطريطي، مشكل اقتصادي مثلا ولا اجتماعي ولا هذه، كيعالجو بواحد القالب كوميدي. مثلا بحال دابا مثلا اليوم غادي فينو مثلا عنده مشكل ديال ما قدرش يتزوج، مشى مثلا وصل للدار باش يخطب، ودخل الخطوبه مثلا باش غادي يخطب ديك السيده. هو وصل للدار، من وصل السلام عليكم، انا باغي نخطب بنتكم، وهذه شحال وانا باغي نجي وكنت حشمان. المهم هذا جزء من هاد القالب الكوميدي اللي قلت لك عليه. نعم كيفاش؟ مثلا شنو نقدم له بحال هاش؟ القناة ديالي متعددة، فيها بزاف ديال الحوايج، عطيتهم واحد الجزء. المحتوى انا قلت لك محتوى كنقد، واش بغيتينا ندير لك داكشي يعني نجسد لك دور؟ واخا سيدي، انا بغيت بنتكم على سنة الله ورسوله، بالحق ما عنديش الفلوس صراحة، خصكم تعاونوني، عاونوني، راه ما عندي ما يدار، انا راه جاي حشمان، وعاونوني باش نتزوج، وجدوا لي السكنة، وجدوا لي فاش نعيش، انا مزوق فيكم. هذا اللي قدرت عليه دابا حاليا، حيت ما وجدتش الشخصية مزيان، ما وجدتش هذا الدور حاليا. الموسيقى كنغني بعض المرات، نقدر نغني لكم شي حاجة. كنغني الطرب بعض المرات، كنغني مغربي، كنغني بزاف ديال الأمور، ماشي بزاف ديال الأغاني كنغنيهم، ماشي ما محددش شي واحد ستيل. سألوني الناس عنك يا حبيبي،
قلت له انا راجع وتلوموني، غمضت عيوني خوفي للناس، شوفوك مخبى بعيوني، وهب الهوى وبكاني الهوى، لا أول مرة ما بنكون سوا، سألوني الناس عنك سألوني. شكرا شكرا. هذه ديال السيدة فيروز، سألوني الناس. على حسبي وداد قلبي يا ابوي، راح اقول للزين سلامات 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 سلامات. على حسبي وداد قلبي يا ابوي، ضيعت عليك العمر يا ابوي، وانا ليا معاه حكايات 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 حكايات. على حسبي وداد قلبي يا ابوي. عبد الحليم حافظ. وراء انصاف الفيديو هذا وغير الجمهور السعودي، الجمهور المغربي، تكون قناه شنو الرساله شنو؟ اول حاجه كنتمنى ان شاء الله ننال الاحسان ديال الجمهور المغربي، كنتمنى ان شاء الله ندخل في قلوب المغاربه بصفه عامه، البيوت الصغيره والكبيره، كنتمنى ان شاء الله يدعموني، والطلب الوحيد هو انهم يدعموني ويشجعوني، وانا على قد الحاره باقي عاد بديت، باقي في البدايات يعني، واخا دابا درت انا اول انترفيو اول حاجه مع قناه بالمباشر باش عرفوا شنو كاين، الا كان شي تراك ولا كان شي حاجه راه تقبلوا مني، هذا الشيء راه اول بدايه خصكم تقبلوني ان شاء الله. كنوعدكم بالمزيد، كنوعدكم ان شاء الله بشيء جميل، وكنشكركم. وهو شنو نقول لك، حاليا دابا الفردي مزيان والثنائي من بعد. الثنائي شيء جميل، والفردي حتى هو مزيان، دابا نبداو بالفردي والثنائي من بعد، لازم ربع الاصلاح. دابا حاليا عندي تقريبا شي كدا 40 فيديو. 40 فيديو، ولكن ماشي كلهم كيتعلقوا بالغناء او الموسيقى، متنوعين كما قلت لك، كاين دي فلوك، كاين الغناء، كاين دي سكيتش، فوالا كاين الشخصيه ديال الفنون اللي كنجسدها كما وريتكم واحد المزوقه، وسمحوا لي ولا ما قدمتهاش بواحد الشكل جيد حيت على غفله. على غفله جيت، على غفله، على غفله وما يعني كلمة أخيرة. وراه ضحكتهم 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 مرة، أنا وما خصهم يضحكوا، راه دابا ضحكين الجمهور. بركة وبركة، راه ضحكت من الصباح وأنا كنضحك. غنيت ودرت واحد المقطع بركة، قال لك الله يرحم الله يرحم. والخطبة دابا أجي خطب، غير أجي خطب دابا، ودابا أنا راه جيت نخطب وكان خصني الفلوس، وهما دابا يعاونوني نسابي، هما اللي يعاونوني. طامع طامع طامع. بيان سور غنتزوج، على مالي ما نتزوجش؟ الحلم ديالي راه تحقق معاكم دابا. غازي يتحقق ان شاء الله. وان شاء الله كنتمناو مع شوف تي في تشوفونا، وتنتوما تشوفوا وزيدوا يشوفوا ان شاء الله. شكرا لك الاخ. قناة شوف تي في، شكرا على تتبعكم هذا المباشر من طنجة على قناة شوف تي في. كيف جاكم الشاب يوسف؟ متعدد المواهب في الغناء والتمثيل وكذلك الكوميديا، اذا الحلم ديالو هو يحققه. بعد تشجيعاتكم الجمهور المغربي كيطلب منه على انه يدخل قناة اليوتيوب ديالو لحديثة يلي اسسها مؤخرا مدة شهرين باش يفتح القناة ديالو، وعنده الامل كبير في السادة المشاهدين باش يتعاونوا معاه ويشجعوه باش يزيد القدام ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. تحية لكم اينما كنتم، القاكم في مباشر اخر، الى اللقاء.